من هنا تبدأ رحلة المواد لاستهلاكها بمختلفها داخل البلد وفي بعض دول الجوار، ومن هنا أيضا تتشابك عدة عمليات اقتصادية لريعها الأثر المباشر على الواقع المعيشي لآلاف الأسر الموريتانية. ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة أكبر منشأة مينائية في البلد وعلى الصدارة ينافس نظراءه في شبه المنطقة. هذا المورد الاقتصادي الذي عليه المعول في ازدهار التبادل التجاري بين موريتانيا ومختلف قارات العالم أكسبه موقعه الجغرافي أهمية اقتصادية كبرى. منذ فترة ليست بالقصيرة شهد عمل ميناء الصداقة اضطرابا كاد يصل في بعض الأحيان إلى التوقف نتيجة الإضرابات المتكررة من طرف الحمالة، وهو الذي يزود السوق المحلية بأزيد من 80% من الواردات، مما أدى إلى زيادة تكلفة النقل، الشيء الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطن. ميناء الصداقة هو أكبر ميناء عند موريتانيا وهو بوابة للعالم، وعلى كل حال هو المرفق الأساسي اللي مون السوق الموريتانية بالمواد الغذائية. ظهرت الإحصائيات 2020 عن نسبة المواد الغذائية اللي زودت بها موريتانيا عن طريق الميناء وصلت 80%، وهي نسبة كبيرة تجعل منه مرفق يا الله يحافظ عليه ويا الله يعود أولوية عند أي سلطة قائمة. هذه المسألة كانت هي الشغل الشاغل فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزماني، وأعطى أوامر من اليوم الأول عن إجبار حل لهذه القضية، هو اللي عكفت عليه وزارة التجهيز والنقل طبعا بإشراف مباشر من الصداقة اللي هو المعني الأول بالقضية، لكن كوزارة وصية ساهمنا والله جدنا الجو الملائم لإيجاد حل تسوية نهائية لهذه القضية. وذاك بدأ أولا كان فهم قانون والله مرسوم يقبل شنو صلاحيات الميناء تعود مركز الوزارة، بادر وزير التجهيز والنقل بإعطائهم بعض من الصلاحيات لممارسة أعمالهم اليومية اللي أخبرهم فيها. على كل حال وزارة تبقى وزارة وصية ويرجع عليها في كل شيء قرار نهائي غير خايفش من الأمور، هي يعني تسرع القضايا عاد نسمح فيه الميناء عن مباشره. وكان وزير التجهيز والنقل دائما يباشر هذه العراقيل اللي يجبروا في خلال المفاوضات، وكانت حقيقة مفاوضات صعيبة باللي احنا جايين من بعيد. مطالب هذه الفئة العمالية البالغ تعدادها 2500 والتي هي المحرك الأساسي لعمل الميناء تمحورت حول التأمين الصحي والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والتعويض عن حوادث الشغل والترسيم وتنظيم العمال في المناوبات على التفريغ وكذا التكوين، بالإضافة إلى إعداد لائحة بالمتقاعدين والمتوفين والتعويض لهم أو لأسرهم. هذه المطالب وغيرها تعهد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي تعهداته بحلها نهائيا، وهما تحقق خلال اتفاق ضم في 10 مايو 2021 إدارة ميناء الصداقة وممثلي نقابات الحمالة لتطوى بذلك صفحة من الإضرابات وتفتح أخرى عنوانها الأبرز تحقيق المطالب ومواصلة الإنتاج. كان العمال يطالبوا تأمين صحي، كانوا يطالبوا بضمان اجتماعي، كانوا يطالبوا بعدالة في العمل، كانوا يطالبوا في اكتتاب، كانوا يطالبوا قدر من الأمور اللي بدأنا نحن ندرسوها. هذا الملف كأنه أساسي وكأنه حساس وفي عدة جوانب، بجانب سياسي، بدأنا بجانب سياسي بدأنا نشتغلوا على تهديد الأوضاع في الميناء، لكن تعود فهم أذهغة متبادلة بين الأطراف المعنية بالملف من شغيلين ومن عمال ومن جهاز مشرف على تنفيذ العمل في ميناء نواكشوط، لكن نضمنه استمرار العمل. هذا نعتبره منجزة، هذا اليوم في مناخ عمل، الناس تطلع وتشتغل بصيغة منتظمة والميناء يشتغل بصيغة دائمة. كان فيه جانب اجتماعي، هذا هو اللي نعتبره أنه تحقق به اللي من خلال التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي، هي 2500 عامل في الميناء يمكن ضربوها في 6 سراجيج معدل الأسرة العادي في موريتانيا، أجبروها حدود 15000 ليستفاد من هذا. هذا كان هو إنجاز. في جانب اقتصادي، جانب اقتصادي الميناء كان الحق يلين عاد يشتغل له 7 ساعات لليوم، وهذا أثر سلبا على النشاط الاقتصادي،
وبدأ يتأثر به الأسعار، هي اللي سفن تجي وتتحرى تعطي ياسر، وفهم تكاليف زايدة، وهيك التجارة اللي يديروها على البضائع، وعاد هذا كان طالع. إذا هذا اللي بدنا نشتغله، أن عاد الميناء اليوم يشتغل 24 ساعة أسبوع أيام في الأسبوع. هاي القضية انحلت اللي عادتهم انسيابية في العمل، وعاد السفن تعطي أقل فترة ممكنة في الميناء، تفتح المجال للسفن الأخرى تتحرى، وعاد ذاك انعكس على سعر النقل البحري، وينخفض السعر البحري، سعر النقل البحري لهي بالضرورة يتأثر منه إيجابيا أسعار البضائع الموجودة في موريتانيا. كانوا يدوروا الاكتتاب احنا مبرمجينه، عندنا لائحة تلف من 2500 رقاش لهي نصفوا، عاكفين راك نصفوا منها لائحة لا يتعود هي الفني اللي طلبوا خبرة معينة متفاركين معنا يطرحوا له معايير يلا تنتقى منها. عندنا برنامج التكوين زاد، هو كان مطلب به اللي لحقنا 2500 تلقاش معدوم حكما الخبرات فيه، به اللي جهدها ما كان يشتغل، كانت تشتغل من أساسا 200 رقاش، هي اللي عندها علاقة مباشرة مع الشرائك وهي اللي تشتغل دائما، وناس الأخرى ما كانت تشتغل. يعني رجعنا للنظام فهم شفافية وهم عدالة، عاد الناس تطلع حسب موقعها في اللائحة، لهن تقاعدين هؤلاء الناس اللي يعود بروفيسيونال، واللي بقى يتم يواصل هو انتقاء من اللائحة يعود عاد العمل اللي كان عاد. من أجل تسيير معقل وأكثر شفافية وتفاديا لأي اختلالات قد تعرقل عمل الميناء، استحدثت إدارة الميناء مؤسسة جديدة تعنى بتسيير العمالة المينائية وتكوينها، وتعمل كحكم بين العمال والمشغلين، وتضمن استمرارية العمل وحيويته داخل الميناء. تم إنشاء الشركة اللي مكلفة بتسيير اليد العاملة، اللي تعود هي حكم، دورها تعود حكم بين العمال يكن تضمن لهم حقوقهم وتضمن لهم العمل، وبين المشغلين اللي تضمن لهم مناخ عمل صالح ما هو متضرر بالضربات والمشاكل اللي مطروحة، وهي دورها الأساسي أنها تعود حكم بين هذا، لكن يعني تضمن كل رجال تضمن له حقه، ما إذا كان مشغل سواء إذا كان عامل. والاكتتاب قلت لنا عاكفين عليه، وهم سلسلة تكوينات مولها الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة اللي هي اللي نبدو فيها، وموازي ذاك عندنا زاد اتصالات مع المغرب يجونا مكونين آخرين، لكن بفترة وجيزة مكون القاد يحصل من الناس بالعجلة، لكن نعود عندنا جاهزين لنواكب العمل بشكل دقيق وبشكل شفاف وبشكل مهني. ميناء الصداقة ووفاء بالاتفاق آنف الذكر أطلق ورشة تكوينية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغرفة التجارة والصناعة بمارسي وميناء مارسي، وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات عمال الميناء، حيث يعكف المشاركون من حمالة ميناء الصداقة على الاطلاع على كيفية التموقع في بيئة الميناء والأنظمة المعمول بها وأنواع الحوادث والقدرة على تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وفقا لقواعد السلامة. تتوفر لدينا اليوم ولله الحمد الإرادة السياسية ورأس مال بشري هام واندفاع فاعل واندفاع شركة سوجيتراب على تكوين يد عاملة ماهرة تضمن للميناء تنافسيته. إن الحدث الذي تحضرونه اليوم ستتبعه عدة نشاطات مماثلة تستهدف الحصول على يد عاملة مينائية مهنية. اليوم تحققت المطالب وطويت صفحة الإضرابات، وعاد ميناء الصداقة إلى العمل بأقصى طاقته 24 ساعة في اليوم، وهو ما مكن الميناء من التموقع من جديد على خارطة الموانئ الإقليمية، وعادت ثقة شركات الشحن العالمية إليه، ولم يعد المواطن يخشى الارتفاعات المتكررة في الأسعار نتيجة الاختلالات التي كانت تصيب عملية التفريغ. إذن الحمد لله اليوم جبر حل نهائي لهذه القضية، وهم عادوا يشتغلوا 24 ساعة، وعاد الميناء رجع لنشاطه ورجع لاستقبال السفن اللي كانت تجي بانتظام، ورجعوهم لعملهم من التفريغ ومن الشحن للحاويات اللي يلا تعدل هيك العملية في وقت في أسرع وقت. وهذا أساسا هو اللي مهم عند فخامة رئيس الجمهورية، عن تعود الناس مرتاحة كاملة وتعود شايفة ذواتها في الوطن، وهذا الحقيقة تحقق في هذا الاتفاق اللي خلق بين إدارة الميناء
واليد العاملة المينائية بإشراف وزارة التجهيز والنقل وتنفيذ الأوامر فخامة رئيس الجمهورية. نقابات الحمالة ثمنت ما تم إنجازه في هذا الاتفاق الذي يعتبر بحسبهم فاتحة عهد جديد تصان فيه حقوق العمال ويتم إشراكهم لأول مرة في صناعة مستقبلهم الوظيفي داخل الميناء. المطالبنا فاتوا لبى منهم قطعا عنه لا يقول لك اني قد يعود جلة منهم ولبات ونتائج شافوا العمال ونعرفوا عنا بصورة عامة أننا الحمد لله ونشكو رئيس الجمهورية الطالب المدير السلطة على أجل أن يعود عبد الله كان بصورة عامة. نحن فتراينا فعلا قضية البواخر يا غير المتاكيز عند الساحة وعند 2500 قضية الذي ينقال للنظام النظام يعيط للنظام وينقبر مراس اللائحة ويقبر بالنظام. احنا كنا الباخر اللي نطلع عليها كل نقا طلعوا لها 2 واقيش عاد تطلع لها 12 رقاش هذا ما كان خالي وعاد تمنين يشتغل قال رقاش يجبر الفضة ما كان يجبر سبيبة واحدة كان يجبرها 5000 6000 هذا ما هو صالح. ومن خلال هذه القضية حالا قطعنا على انه شفنا ان العمال ذكية عاشت ذكية عادت تجيب الفضة وعادت لها تعود عمال صالحة مبارك لها مع القضية الصالحة. الحمالة بدورهم رأوا في هذا الاتفاق نهاية مسار طويل عاشوا كل تفاصيله وما يعنيه ذلك من توقف مصدر عيشهم الوحيد وغياب بارقة أمل تنهي مسلسل الإضرابات. كان عمل بور في شلل متين من الإضرابات ومن عدم الاستمرارية وذل مؤديه ذل ينقال له كان مطالب العمال الملحة اللي تلود لها ولا هي جابرة لها تسوية حتى باط ما هي جابرة مدة تخش معاها في تسوية بطريقة ذكية واضحة تعود لها لأنها واضح أنها مدة لها للجاية بجدي إن جاتنا ذي الإدارة وقبضنا معاها هذا المسار اللي هو وضاح أن ما اللي فيها ذل ينقال له حسن النية لأن هذا الجاية به جاية برنامج من عند الدولة والدولة صادقة في ذل اللي يتعدل يقد يعود مازال قال منه شيء من الإجراءات ما فات وعدل من ذوك المطالب اللي كانوا عند العمال هي نقضي تكنام الدولة وقعتها الدولة ما بيناتها باللي برنامج تكنام يعني الدولة والإدارة العامة متابعة للدولة ووقعوا الاتفاقية بيناتهم قال احنا هون كعمال ما فات قلط علينا بطريقة مازال حاصلنا الإجراءات. كان فهم أزمة ثقة بيننا احنا والناس الجماعة اللي كانت تسير اليد العاملة المنائية ذيك أزمة ثقة ناتجة عن العمل اللي موجود في الميناء كانوا هما عندهم منه جبح ويعدلوا فيه ذاك اللي زين عندهم والله عندهم بعض من الناس تشتغل بعض من الناس طبعا ما كان يشتغل كانت ذيك الناس اللي ما تشتغل كانت هي الأغلبية وكان شين عندها لأنها في الميناء وفي صالتين وفي يجي يكسر لي ياسر من البواخر ولا تشتغل وتأزمت القضية بدرجة لأن بور انشل عمله انشل عمل بور ما تلي يشتغل والأموال المليئة مجمعة ما عدا جابر رشيد وحلبي يعني أنت دخلت الإدارة وفتحت أيديها مدت أيديها للأموال ممثلين الأموال اللي مقسام النقابات وقالت عنا جاية لا يتحسن ظروفهم لا يتطيم حقوقهم ودورهم اللي بور يشتغل فانت كاترير سير فانت كاترير قالت أمالي أقسام النقابات وقالت الناس اللي شارف على الاتفاقية لأن هي زاد أمالي ما أدى اليد للعمل وما أدى اليد لافتتاح العمل مباشرة ياك العمل ينفتح. عدنا نحضر في القوارب كنا محرومين منهم وعدنا نحضر ما شاء الله ما شاء الله وقالنا لا ذي كارت كلام تجينا لين تجينا وعد عندنا رقاش واحد هو متحمل مسؤوليتنا اكتتاب وتول اكتتاب لين يجينا ونرسلكم لك التفراق ها العودة ما عدنا مشكلة. تعود الحركة من جديد إلى ميناء الصداقة ومعها تعود ثقة الشركاء الدوليين والإقليميين وتتجدد بارقة الأمل لفئة عمالية كبيرة بعد أن تحققت مطالبها وهو ما يشي بأن عدم من الانتاجية قد بدأ بالفعل.